أهلا بكم من جديد. الفقرة التحليلية ويصحبنا فيها اليوم الصحفي والمحلل السياسي شوقي عبد العظيم، أهلا بك ويسعد نهارك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحب بجميع المشاهدين والمستمعين. أهلا بك، ونبدأ معك هذه الجولة من السودان ومنها نقرأ: إجازة الموازنة برفع الدعم عن المحروقات وزيادة تعرفة الكهرباء للاستهلاك العالي. أجاز اجتماع مشترك لمجلس السيادة والوزراء مساء أمس تعديل موازنة العام الجاري، سيتم بموجبه استكمال ترشيد الدعم الحكومي للمحروقات والإبقاء على دعم الدقيق والأدوية وغاز الطبخ، وتعديلا في أسعار الكهرباء للفئات ذات الاستهلاك العالي وليس المحدود. وقال وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية إنه في إطار عمل محفظة دعم السلع الاستراتيجية التي أنشأتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، سيتم استكمال عملية ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد البنزين والجاولين بأي كميات، وذلك للتحكم في موضوع الندرة. يعني هذه الخطوة رفع الدعم وهو تجربة المجرب، ما الجديد هذه المرة وكم سيوفر للدولة من أموال؟ أولا لا علاقة هذا الأمر الآن بتجربة المجرب. كيف ذلك؟ أولا النظام السابق عندما كان يريد رفع الدعم لم تكن هنالك ثقة فيه أبدا، كانت الثقة قد انهارت بشكل كامل. وكان موضوع الفساد قد يعني استشرى بشكل كبير وسيطر على كل شيء، وبقت مسألة رفع الدعم نفسها ما كان بتمشي للمواطن. يعني أنت الدعم نفسه كان فيه مشاكل، كان يصل للناس كيف، أو حتى أطلق عبارة الدعم الأعمى إنه الدعم ده ما بيصل لمستحقي، وده كان فيه كثير من الصح. ولكن بتبقى كانت المأساة في إنه إذا أنت رشدت الدعم حيمشي وين؟ كان حيمشي لجوب الفاسدين. ما الفرق الآن؟ الفرق الآن إنك أنت الآن هذه الدولة ده نظام جديد، موضوع رفع الدعم كلنا شايفين التشوه الحصل من الدعم. خلينا نثبت حاجة مهمة جدا، إنه الدعم في حد ذاته تشوه في الاقتصاد. يعني الدعم بهذه الطريقة، الدعم السلعي، أنت يعني كون الدولة تدعم السلع للناس بدون ما تعرف من الذي يستحق هذا الدعم. يعني مسألة البنزين ده كلنا بنمشي نقف في الترمبة في الصف وبنكب كلنا البنزين المدعوم، غض النظر عن دخلنا، غض النظر عن ظرفنا، غض النظر عن إحنا بنوظف في شنو. يعني أنا بكوب بنزين مدعوم، وحتى الزول اللي بيشتغل تجاري بيكون بنزين مدعوم، هو بدخل بقروش بالنسبه له مصدر بتاع رزق او ربح على خط واحد. نعم، الان الموضوع بيختلف تماما في انك انت عندك رؤيه لهذا الدعم. يعني الناس ما يتطواني يتجهوا لنحو رفع الدعم، لا، الدعم نفسه الناس دارين يرشدوه، يحدث ترشيد للدعم لانه منهك للميزانيه. كيف ذلك الترشيد؟ الترشيد بانك انت بتقوم تحدد الفئات المحتاجه لدعم، الجهات اللي بتحتاج السلع نفسها المحتاجه للدعم. يعني هل انا اوجب ادعم سلعه البنزين ولا سلعه الدقيق؟ ده الاوجب شنو؟ بكون دي المفاضله بتتم كده، انا ادعم البنزين ولا ادعم المدخلات الانتاج مثلا. يعني طريقه الدعم يجب انها تترشد بهذه الطريقه، بانك يكون عندك رؤيه لدعمك نفسه. ثم مساله رفع الدعم التدريجي ده من الاشياء عشان ده كله في الاخر يصب على الفئات الفقيره. والجدل ده ما جديد، يعني الجدل بتاع انه الدعم ده بيجي للناس محدودين في المدن، تحديدا في العاصمه ما بيصل للناس في الولايات، ما عندهم علاقه بدعم البنزين تحديدا، ما عندهم في كثير من الاحيان علاقه بدعم الجازورين بكمياته الكبيره اللي بيدخل البلد. يعني كل هذه المسائل الان الناس بينظروا لها في انه ترشيد الدعم يجب انه يصب في مصلحه الناس هذه المره. يعني ترشيد الدعم ده انا لما رشد الدعم ده معناته يجي للمواطن في شكل سلع. لكن ما الضامن لذلك بان يتم في مصلحه الناس؟ يعني انت تعلم تقصد شنو بضامن، يعني تحتاج شنو لضامن؟ يعني حينما تحدث ان الدعم يجب ان يكون في مصلحه الناس وهنالك حديث، لا، الضامن شنو انت بتحتاج لضامن؟ الضامن يكون بانه ساطمئن بانه هذه المواد تنزل للمواطن البسيط. الدولة في مراقبتها في اشياء، انت بتكون هي الدوله، انت ما ضامن الدوله يعني حتضمن منه؟ يعني ما في ضمانات تقدم للناس الا انه الناس يعني الصحافه تكون مراقبه. اذا هذا مجرب، الصحافه تكون مراقبه، الأشياء تكون مراقبة من الجهات الرسمية، الشفافية الموجودة، الناس بيتحدثوا عن شفافية، بيتحدثوا عن نزاهة كده. يعني هذا المطلوب، يعني الصحافة وأنا وإنت وكلنا والمواطن نفسه بيراقب حقه. يعني ما في ضمانات تقدم، يعني أنا بعمل لك خطة اقتصادية ما أعتقد أنه ممكن ترفق معها ضمانات. طيب إذا ذهبنا يعني حاليا للوقود يباع بمحطات الخدمة بالسعر التجاري، هل ستكون هنالك زيادات جديدة على سعر الوقود يعني بحسب نعم. الخبر؟ نعم، هذا متوقع. انت لما بتقول والله تفتح هذا الاستيراد
للقطاع الخاص. وانت الان معروف انه في ندره في العملات الصعبه في الدولار، وهو بعد ذاك لما يستورد ويفقد سياسه السوق الحر هو حيمشي نحو السوق الحر. يعني انت الان بتحرر في سعر الوقود، يعني انا الدولار ده اب اند داون، الحياه سعره بيرتفع ويزيد كده، ده بيأثر مباشره على سعر الوقود. الدوله بعد ذاك مطلوب منها تعمل معالجات لهذه المساله. شنو المعالجات؟ المعالجات انت عندك جازولين مثلا للزراعه، فانا اعتقد انه ده يجب انه يكون داخل مساله الدعم. عندك جازولين متعلق بالترحيل للمواصلات، ايضا ده يجب انه يتم تغنينه عبر انه الحكومه توفق تكون عندها مواعين للنقل مواصلات، تضبط السعر تذكره النقل في الجهات كثيره جدا، تكون بترحل فئات مثل الطلاب والموظفين او غيره تحد بسعر معقول وثابت. دي كلها معالجات بتعمل الدوله عشان تخفف اثار هذه القرارات. يعني وده المهم، احنا مهم جدا نقول الكلام ده، في انه الان الناس شاعرين انه اجراءات المعالجه لاثار هذه القرارات بطيء. دي المشكله الاساسيه في هذه المساله. الحكومه عندها خطط، ولكن كيف تنفذ هذه الخطط ومتى تتنفذ هذه الخطط؟ متى ده بيبقى ده السؤال. يعني احنا سمعنا بصراحه، سمعنا اعلانات متعدده لمساله انه اطلاق سلعتي مثلا لتخفيف، دي واحده من الاشياء المفروض تتخفف بها اثر هذه القرارات. سمعنا كثير جدا عن اطلاق التعاونيات الفئويه للمعلمين وللاطباء وللموظفين ولكل فئات الموظفين، سمعنا بالتعاونيات في الاحياء، حتى الان ده لم يحدث. فانا اعتقد انه ده المهم، اجراءات تخفيف هذه الاثار. الحكومه قالت بصراحه بعد جلسات كثيره جدا انه والله يعني ما عندها طريق سوى هذا الطريق، يعني الطريق الذي اختارته الحكومه كان هو الطريق الوحيد، ولكن عندك طريق للمعالجات. المعالجات انا اعتقد انه واحده من الحاجات اللي عملها الوزير الماليه السابق البدوي انه بدا بهذه المعالجات بانه قام ضخ اموال للموظفين في الرواتب، زياده الرواتب. نعم، لكن دي ما كافيه. الان محتاجين لمساله التعاونيات يجب ان تفعل بطريقه مدروسه وحقيقيه يكون عندها اثر على حياه المواطن. مساله سلعتي اللي هي واحده من الاشياء اللي حيكون في سلع بسعر التكلفه، ده ايضا يجب انه يفعل بحيث انه يكون مؤثر مباشرة على حياة المواطن. لماذا لم يفعل بشكل أكبر؟ والله الحكومة بتقول إنها شغالة، ولكن أعتقد إنه ده بطء. يعني هذا بطء واضح جدا، طالما أنت عندك قدرة إنك تصدر مثل هذه القرارات وتشرع فوريا في تنفيذ هذه رفع الدعم وهذه الأشياء، يجب إنك يكون عندك بنفس الإيقاع ده وبنفس القدرة إنك تلاحقها بالمعالجات، أو ربما يعني لو كان من الأفضل إنها تسبقها. نعم. طيب، يعني في ظل كل هذا الجدل وتراجع الدولار، الجنيه أمام الدولار، كيف سيتحمل المواطن كل هذه الزيادات برأيك؟ ما هي برأيي أنه أنت خلاص لما أنت أقنعت المواطن بأنه هذه الدعم لن يتم هذه المرة، سرقته ونهبه ووقفت الفساد، زدت مسألة الرغابة. يعني يجب أنه يكون في ضبط أكثر. يعني حتى الآن الدقيق يهرب قطعا، يعني حتى الآن الجازولين يهرب، وفي كثير من الأحيان لما تجي تشوف حجم التهريب بتقول أنه المسألة ما في السلعة، المسألة في التهريب. ده أيضا يجب أنه يفعل. سمعنا بشرطة التأمين كلام عن شرطة التأمين، مباحث التمويل صحيح. وهي يعني بالرغم أن الناس محتاجين لها ومهمة، ما زالت ضعيفة جدا وعدد الكادر فيها محدود جدا، أيضا يجب أنها تفعل. دي كل هذه الإجراءات مع رفع الدعم، يجب لو ما سبقت رفع الدعم يجب أنها تكون مواكبة له وبنفس سرعته. الشيء المهم لهذه تخفيف آثار على المواطن الكلام اللي قلناه عن مسألة التعاونيات وعن مسألة السلعة دي، ده برضو أيضا مهم. وبعد ذاك انت ما توفرته من دعم يجب انه ينعكس على الناس، وده ده واحد من محطات المراقبه. يعني انك انت والله قلت والله انا كنت بدعم الوقود ده ب 2 مليون دولار في الشهر، الان انت وفرت ال 2 مليون دولار، يجب انها تنعكس على حياه الناس وعلى الاقتصاد. طالما هي توفرت، انت كنت زمان بتوفرها من بند من البنود، من بند الدواء، من بند العلاج، من بند المواصلات، يجب ان هذه المساله يشعر الناس يشعروا باثرها في مكان اخر. ده المهم. هناك ايضا اشاره الى اسعار الكهرباء للفئه ذات الاستهلاك العالي وليس المحدود. انا اعتقد انه في الخبر ده كان يمكن الخبر ده يقول بصراحه انه الكهرباء ما تمت زيادتها، ولكن دي هذه الفئات التجاريه يعني للاستخدام المنزلي، كهرباء المنازل وللمواطنين ما تمت زيادتها. الحاجات الاستثنائيه هي مساله الادويه ومساله الدقيق ومساله الكهرباء وغاز الطبخ، دي كلها متعلقه بحياه المواطن ومعاشه المباشر، دي ما تمت زيادتها. الزياده تمت او رفع الدعم تم للمحروقات اللي هو الجازولين والبنزين تحديدا. في كلام عن سعر الصرف، وده مهم، يعني كلام عن سعر الصرف اللي هو رفعه تدريجيا حتى تنتهي مساله الاسعار المتعدده للدولار.
وده مهم جدا في مسألة الاقتصاد، إن يكون عندك سعر واحد للدولار يعني، وفي الآخر تتجه نحو كثير من التوصيات الاقتصادية في إنك في الآخر تحرر الدولار نفسه، ولكن هذا يتم تدريجيا حتى ما ينعكس مباشرة على الأسواق. طيب دون توفير احتياطي من النقد الأجنبي كيف سيتم الاستمرار في كل هذه الخطط وهذا الجدل يعني؟ طبعا دي المسألة دي تم تحلها عن طريق اللجنة الاقتصادية اللي اتعملت الآن، هي اللجنة اللي عملت بتاعت السلع الاستهلاكية دي، اللي هي دي محفظة. المحفظة دي الآن توفر لها حوالي 600 مليون دولار، دي الخطة الموضوعة في أن هذه المحفظة تساهم في عدد من البنوك وعدد من الشركات وعدد من تخطط مال مقدما. هذه الجهات اللجنة أو المحفظة أيضا ستتعامل مع مسألة الصادر، هي حتكون مسؤولة من صادرات الذهب وصادرات اللحوم الماشية، صادرات السودان بأشكالها المختلفة. هذه عوائد الصادرات مفروض تمر عبر هذه المحفظة، ثم يتم تقسيمها لاستيراد السلع الأساسية وتوفير الدولار للسلع الأساسية. يعني دي مهمة المحفظة اللي تم تأسيسها، هي الآن فيها بيز اللي هو 600 مليون دولار، ثم عائدات الذهب وعائدات الصادرات بتمر عبر هذه المحفظة. من هذه المحفظة لكن يجب يعني تتوفر. ربما يسأل آخر، هل هذا المبلغ حقيقي 600 مليون دولار يعني؟ نعم هو مبلغ حقيقي حتى الآن يعني، الشركات التزمت حسب ما وشيع ونشر. نعم الشركات التزمت به وأنه تدفع هذا المبلغ. الشيء الآخر مسألة صادرات الذهب وصادرات السودان الأخرى يجب أن يتم ضبطها، وسمعنا قبل يومين رئيس اللجنة الفريق حميدتي بيتكلم عن أنه ضرورة ضبط ما يتم تهريبه من ذهب، ضرورة عودة عائدات الصادر للداخل، ده كلها يجوز من الإصلاحات المهمة جدا في أنك أنت توفر هذه السلع.